تفضل النجمة التركية مريم أوزيرلي الفساتين المكشوفة الكتف، هذا النمط الذي تعتمده كثيرة. فتشاركت مريم أوزيرلي جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالإطلالات في هذا النمط، وتفضل أوزيرلي اختيار إطلالات تعكس جمالها ورشاقتها في جلسات التصوير، وتفضل مريم أوزيرلي الفساتين ذات فتحة الساق لتظهر رشاقتها، فظهرت في أكثر من مناسبة بإطلالات بفتحة ساق عالية وكذلك جلسات التصوير. ومريم أوزيرلي ظهرت أيضاً خلال حملها بفساتين جريئة كشفت عن بطنها خلال الشهور الأخيرة من الحمل. ومن أبرز الألوان المفضلة لدى مريم أوزيرلي هو اللون الأسود، حيث تعتمد على الكثير من الإطلالات الناعمة بهذا اللون، بخاصة تلك الفساتين المصنوعة من الدانتيل، بجانب الألوان المحايدة مثل الأزرق. أما عن الألوان القوية فتختار القليل من الأصفر والأحمر. مريم أوزيرلي ممثلة تركية تحمل الجنسية التركية، ولدت في ألمانيا عام 1983 من أب تركي الجنسية وأم ألمانية. درست مريم التمثيل في هامبورغ، وعندما سمعت من زميلتها في المسرح عن رحلة فريق عمل حريم السلطان للبحث عن بطلة فرشحتها صديقتها، واختيرت أوزيرلي للدور رغم أنها كانت لا تعلم أي كلمة باللغة التركية، وحجزت شركة الإنتاج لها تذكرة ذهاب إلى تركيا دون عودة. وحقق مسلسل حريم السلطان نجاحاً كبيراً، وعرفت أوزيرلي في الوطن العربي باسم السلطانة هيام، وأصبحت أشهر النجمات في تركيا والعالم العربي بمسلسل حريم السلطان الذي عرض عام 2010 واستمر عرضه عدة أعوام. فخطفت أوزيرلي الأنظار بشعرها الأحمر وجمالها، وساعدها دور القوة في شخصية السلطانة هيام على إظهار براعتها، وفاجأت أوزيرلي الجمهور والقائمين على العمل بالانسحاب والعودة إلى ألمانيا بسبب فشل علاقة حب وقعت فيها مع رجل الأعمال جان أتيش والد طفلتها الأولى لارا، لكنها عادت بعد فترة قليلة وشاركت في فيلم جرح أمي بدور ماريا، وقدمت أيضاً مسلسل ملكة الليل. ويبدو أن مريم أوزيرلي التي تختار إطلالاتها بكل جرأة لا تخشى الانتقادات، فكشفت في أواخر العام الماضي عن حملها للمرة الثانية بجلسة تصوير جريئة، ولكن هذه المرة لم تكشف عن هوية والد طفلتها.